مشاهدينا مشاهديني للتعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من ينابيع المعرفه. النهارده بنتكلم مع حضراتكم عن المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي. معانا ومع حضراتكم الحديث حول هذا الموضوع دكتور عز الدين احمد حسنين، استاذ التمويل بالمعهد القومي للاداره. برحب بحضرتك معانا دكتور احمد. اهلا سعداء بك، بحضرتك معانا. اهلا بك يا فندم. دكتور عز الدين، الحقيقه يعني اذا اتكلمنا كده بدايه عن المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، للناس اللي ما تعرفش المفهوم ده او مش فاهمه بشكل دقيق المفهوم العلمي للموضوع ده، نعرفه اولا مع حضرتك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا المشروعات الصغيرة المتوسطة احنا بقالنا يمكن عقود بنتكلم يعني ايه مشروعات صغيرة متوسطة ناس كتير وتعريفات ومش اتكلم، عارفين ايوه حاجات تعريفات، علميه كده يعني ايه صعبه جدا. مكلكعة احنا عايزينها شوية النهارده بقى ايه بشكل سهل كده وبشكل يلمسه الناس او يحسوا إن شاء بيه. الله. فطبعا كتير جدا المعهد المصرفي، البنك المركزي عملوا مؤتمرات كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مع وزاره الاقتصاد وقتها، يمكن في اوقات كان في وزاره اسمها وزاره الاقتصاد، وزاره الماليه، عملوا مؤتمرات كثيره جدا جدا على موضوع المشروعات الصغيره المتوسطه وتعريف دقيق لهذه المشروعات عشان اقدر امول هذه المشروعات. وطبعا واضح ان مصر حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها ما زال التعريف غامض، مش عارفين يعني ايه مشروعات صغيره متوسطه. فالبنك المركزي اخيرا بقياده طارق عامر يعني بدأ شوية يبدأ يخش في هذا الموضوع، لأن هو الموضوع الحيوي، وأعتقد ده بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، إن لازم الموضوع موضوع المشروعات الصغيرة المتوسطة ده أمل مصر بعد الزراعة. يعني أنا طبعا شخصيا وجهة نظري إن الزراعة هي أمل مصر الأول، يليها المشروعات الصغيرة المتوسطة، خصوصا وإن المشروعات الصغيرة المتوسطة بتستوعب تقريبا أكثر من 75% من العمالة اللي موجودة في مصر. طيب بشكل بسيط خالص كده يا دكتور عز الدين، الحقيقة نقول للناس إيه هو المشروع اللي نقدر نطلق عليه صغير أو متناهي الصغر؟ كل المشروعات الحرفية، اللي عنده ورشة، اللي عنده محل صغير، اللي عنده حاجة صناعية صغيرة، صحيح. كل الصناعات الصغيرة دي اللي بنسميها ورش صغيرة دي بنسميها مشروعات صغيرة متوسطة. اللي عنده ورشة ورشة نجارة، نجارة، ورشة ورشة ميكانيكا، تعليم، ميكانيكا، حاجات معدنية، كل ده بنسميها مشروعات صغيرة متوسطة. كل حاجة جميل. حرفية يدوية كل حاجة بنسميها بشكل بسيط كده يا دي دكتور بدايتها عزيزي. اه مشروعات صغيرة متوسطة. كل حاجة بتعملها بإيدك فيها حرفة أو مهنة أو صنعة يعني. حتى لو دخل فيها الميكنة بشكل صغير ما فيش فيها مشكلة، يعني واحد عنده مثلا مكنة خراطة وبيشتغل في صناعة، بيصنع مسامير او مش عارف ايه، حاجات زي كده، او زاويه او مش عارف ايه، الحاجات دي كلها اسمها مشروعات صغيره متوسطه. مشروع لا يتعدى راس ماله نتكلم مثلا 50,000 جنيه، 100,000 وده في جنيه ذهننا الحقيقه ما كانش واضح قوي بالشكل ده يا دكتور، لان احنا بنتخيل ان المشروع الصغير لازم ينتج منتج. لو ورشه نجاره بتنتج منتج، لكن ورشه ميكانيكا هو بيصلح عربيه مش عارف يعني، مش بالظبط. مفيش انتاج. لكن حضرتك هنا علميا بتطلق عليه ان هو مشروع مشروع ده صغير متناهي الصغر، وده متناهي ده الصغر. متناهي الصغر. كل صحيح، المشروعات اللي ورش الصغيره بنسميها مشروعات متناهيه متناهيه الصغر. الصغر. الصغر بقى يا دكتور الصغيره المشروعات يعني الصغيره دي بتبدا بقى ايه، اللي شويه بتبقى مصنع صغير، مصنع صغير في شارع مبيعاته، جانبي كده لا بينتج مصنع حاجات في مجمع صناعات، في مجمع صناعات. بس اسمها مصنوعات، صناعات صغيره، اللي بيعمل مثلا حاجات بلاستيكيه دي تكاليفها صغيره جدا. طبعا كل منتجات البلاستيك دي كلها مشروعات صغيره متوسطه. بنتكلم كمان على الحاجات اللي بتدخل في صناعات مثلا وسيطه، يعني مصنع بيشتغل بيعمل منتج وسيط يخش في مصنع كبير ياخده ويكمل عليه. المشروع الصغير ده اسمه مشروع صغير. صغير. البنك المركزي مؤخرا عرف المشروع الصغير اللي مبيعاته بتكون من اول مليون لحد 20 مليون جنيه. من المبيعات بيعاته من مليون من مليون لحد 20 لعشرين، مليون ده جنيه، مشروع ده صغير. مشروع صغير. اما المتناهي الصغر بقى اللي هي كل الورش والحاجات الحرفيه كلها. وانا بشكر برضو من خلال برنامجكم وزير الصناعه ان عمل اخيرا غرفه اسمها غرفه الصناعات الحرفيه، واعتبرها احد الغرف غرفة الصناعات الصناعات الحرفية الحرفيه اللي هي عشان ايه دكتور يرجع تاني عزيزي؟ الصناعات الحرفيه النسيجيه والصناعات الصغيره دي البسيطه. بدأ يعني بدأ في الفترة دي. عملوا بالظبط، بداوا طب عملوا حلو. لها غرفه زي غرف الصناعه العاديه، زي غرفه الصناعه التعدينيه، غرفه الصناعه الدوائيه اللي موجوده في اتحاد الصناعات. فبقى جوه اتحاد الصناعات غرفه نوعيه اسمها غرفه الصناعه الحرفيه، ما كانتش موجوده قبل كده. فده نوع من انواع برضو التنشيط للصناعات متناهيه الصغر، متناهيه الصغر. متناهيه الصغر. اما المشروعات الصغيره بقى واللي بتستوعب عدد كبير من العماله وبتستوعب ممكن جدا مجموعات كبيره جدا من الشباب، لو هم نفسهم الشباب اتجمعوا مع بعض وعملوا مشروع صغير هيكون تكلفته كام؟ 200 300 الف جنيه، ممكن جدا 10 شباب كل واحد مع بعضهم يعملوا مشروع صغير. بس المهم برضو الدوله عليها مسؤوليه كبيره جدا وده توفر لها ما انا الارض. هسال حاجه كده الحقيقه يعني، دي النقطه بقى يا دكتور اللي نتكلم فيها العمليه بقى. تمام. انت ما تقعدش كشاب بتقول انا ما عنديش فرصه عمل، الدوله ما عيدتنيش، البطاله نسبتها كبيره، كتير جدا من الشباب يا دكتور يعني بيدفع اموال طائله الحقيقه مره واتنين للاسف في الهجره غير الشرعيه، يعني يروح المركب ويرجع يروح مره تانيه. لا احنا ممكن نبدا دي كده مع حضرتك نفهم انه لا في افكار رائعه جدا وجيده جدا لفكره المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وممكن مجموعه من الشباب مع بعض يتجمعوا، بس يبقى في معايير. نفهم من حضرتك كده ايه المعايير او المهارات اللي المفروض تبقى متوفره عشان انجح، يعني فكره ان انا اعمل مشروع ممكن
بس ممكن يتعثر شهر شهرين وتلاقي حضرتك قفل، او ما يكسبش الشاب ده او مجموعة الشباب دي. كل مجموعة شباب بيبقى كل واحد عنده حلم يعمل حاجة معينة منذ صغره وكده. صح. ففي صناعات كتيرة جدا مطروحة في مصر، احنا بنستورد كتير جدا من حاجات ملهاش أي لازمة في الدنيا. من أول السبح كنا بنتكلم من شوية، السبح، الفوانيس، سجادة الصلاة، البنت، سجادة الفوانيس. الصلاة، الحاجات الصغيرة قوي دي. وفي حاجات بنستوردها برضو بتخش في صناعات وسيطة ما زلنا بنستورد منها بنقول بمليارات زي الدولارات. ايه؟ حاجات صغيرة بلاستيكية بنستخدم مثلا، بنجيب البروبلين مثلا اللي بيخش في صناعة صناعة البلاستيكات. البلاستيكات. ايوه. تمام. بنجيب مثلا الحاجات اللي بنجمع بيها اللمبات الكهربائيه، الحاجات اللي بنجمع بيها اللمبة نفسها، اللمبه نفسها اللمبة بتتجمع. نفسها للأسف. فاحنا ممكن جدا، ممكن جدا واحد بيعمل كشاف كهربائي، مصنع يعمل اللمبه الكهربائيه يجمعها، مفيش مشكله، يجيب الادوات دي ويجمعها في مصنع صغير. رائع يا دكتور تمام. عزيزي. صحيح وواحد يعمل الهيكل بتاع الكشاف، صحيح. وواحد يعمل هيكل الكشاف، مصنع تاني صغير يعمل هيكل الكشاف البلاستيكي ده، بس واحد يعمل حته الازاز اللي قدام، يعني واحد يعمل الهيكل، واحد يعمل الازاز. كده صح، عملنا 3 مصانع بما بمبالغ يوازي صغيرة منتج جدا واحد. بمنتج واحد. لو عملنا نفس الفكرة بس دي على كل حاجة في صناعات، الحاجات دي محتاجة المنتج ده، ما ينفعش من غيرها المنتج ده يطلع. طبعا هي تكمل بعضها، لكن تكمل ما فيش بعضها حاجة اسمها انا دي فكرة بسيطة قوي ان انا اعمل غطا كشاف. ما هو حضرتك الكشاف مش هيطلع غير لما اللي يكون بتقوم ليه مع غطا. الغطا بالظبط كده، زي تجميع السيارات كده بالظبط. زي مصر دلوقتي تعتبر يعني من الدول اللي تعتبر رائدة دلوقتي في موضوع تجميع السيارات. وإن كنا بنصنع حاجة واحدة ودي بس واقفه يا كمان. دكتور عزيزي. اتفضل. يعني مصر رائده في تجميع السيارات. تجميع وقت من مش صناعة. الاوقات هي كانت رائده في صناعه السيارات لما بالظبط. صنعت السياره السيارة نصر يعني. مصر وكانت غازية أفريقيا كلها. بالظبط كده. نفهم من حضرتك ليه يا دكتور ما توفرش لينا لحد النهارده فكره انتاج سياره مصريه مره تانية؟ يعني لأن مش ما حاجه كان جديده، هي كانت موجوده بالفعل. بالظبط، لأن ما كانش فيه إرادة. الإرادة، بص يا فندم، الزعيم، زعيم الدولة لو عنده إرادة يصنع سيارة هيصنع سيارة، صحيح لو عنده إرادة يصنع طيارة وصاروخ هيصنع طيارة وصاروخ. صحيح فهي صحيح. عايزة الإرادة، ما فيش حد بيقول ما فيش موارد أو ما فيش عارف، لا، ما فيش الكلام ده عندنا علماء، عندنا عقول، عندنا علماء جدا بره في الخارج مع شغالين في حضرتك أكبر جدا. الوكالات الدولية صحيح في صحيح كل المجالات. صحيح. لو دورت حضرتك على رواد صناعات السيارات في العالم هتلاقي في الشركات دي مصريين. بيديرها مهندسين مصريين، بجد بالظبط. نجاحها كله قائم بجد. يعني ده بالظبط. مش كلام، ده نظر يعني، ده كلام ده حقيقي. بالفعل عملي يعني. وأكبر الجامعات الموجودة في أمريكا الهندسية، جامعات كليات الهندسه يعني ماسكها مصريين، طبعا موجوده في طبعا امريكا. طبعا يعني علماء مصريين فسهل كتير جدا جدا. ان احنا نجيب نستقطب علمائنا اللي في الخارج دول بالعقول الجديده المتطوره اللي عندها الافكار، وممكن جدا يحطوا لنا بقى استراتيجيه كده، مصر تصنع سياره في خلال 20 سنه. يحطوا الاستراتيجيه، بدل ما احنا بنصنع دلوقتي بس الكاوتش وبنصنع الازاز، احنا عايزين نصنع الموتور كمان اللي هو المعضله اللي مش عارفين نصنع بيها المعضله، الموتور لحد دلوقتي. صحيح. فطبعا هي المشروع صنعت والله استفندم. لو حضرتك دورت زي ما حضرتك اتفضل. بتقول في الحرف وفي الانشطه الحرفيه الصغيره والورش الصغيره هتلاقي ان في شباب رائع جدا جدا والله مصنع مواتير مبتكرين. ومصنع اجهزه بالظبط. يشتغل بيها في ورش وزي الفل. يعني الشباب المصري بجد اللي مش دارس حتى هندسه بتلاقيه عنده افكار رائعه ومبتكر جدا يعني. بالظبط بس احنا ندور الحقيقه. موجود يا فندم الناس، بس هي المشكله زي حضرتك قلت كده، ندور وندي الفرصه للناس وندي لهم مكافآت مجزيه. يعني لو لقيت شاب عنده، بص يا فندم قبل ما اقول لك الجزئيه دي، محمد علي دي تجربه رائده جدا رائد جدا، مصر يعني مؤسس مصر مصر الحديثه. الحديثة. بالظبط. بالظبط. محمد علي كان عنده فتره من فترات كده الدلتا كلها طبعا بتزرع رز ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فجاله واحد اسمه تقريبا حلواني باشا او حاجه، اسف وقتها كان لسه حاجه صغيره يعني، كان حاجه بيه كده يعني. وعمل له ماكينه صغيره كده تعمل تبييض لعمليه الرز وتوفر في موضوع تخزين الرز ومش عارف ايه، وراح له القلعه نفسها المكان بتاع محمد علي وقال له تكلم انا حضرتك عملت على 1805 يبقى بعدها بشويه يعني. يعني فقال بعدها له انا حاجة عملت بسيطة. بالظبط. فقال له عملت الماكينه دي تعمل كذا وتوفر كذا وعشي. قال له ايه الرأي؟ يعني الراجل اتبسط جدا. فالراجل عمل له مدرسه سماها المهندس خانه اللي بقى مهندس كليه خان الهندسه، بقت كلية الهندسة عشان خاطر الراجل ده، عشان فكرة، عشان الفكره دي فكرة ناجحة، فكرة دعمه، ناجحة. عمل له المدرسه، جاب له فرنساويين وجاب له ايطاليين عشان كمان بافكار من بره يساعدوا معاه، وبدا ينشر المكان ده كله، ينشر الفكره وينشر الماكينه دي. مع حضرتك جدا يا هو دكتور. ده صحيح، الفكره هو ده اللي احنا الفكره عاوزينه، اللي احنا عايزين رعايتها يا دكتور. لو احنا بنتكلم على رعايه نجاح مشروع المبتكرين. صغير والمتناهي الصغر، يعني حضرتك اتكلمت عن مهارات، من المهارات دي كمان الفكره ان احنا نرعى بالظبط. الافكار ونكافئها يعني. انا مش ونكافئها. واحد مثلا جاي لي بمشروع جايبه في التلفزيون ممتاز وهايل واديله درع مش عارف ايه و5000 جنيه ويروح، لا، ويروح ده انا عاوزه يجي ويقعد واعمل له مكان ومعمل المكافأة بتاعت النوعية دي من الأشخاص يا دكتور الحقيقة، يبقى في مؤسسة في مكان طبعا. يرعاه هو واللي زيه. يعني هتلاقي بالظبط. حضرتك لو دورت بقى هتلاقي زيه كتير على فكرة وعندهم أفكار ومش عاوز رائعة. اقول حتى الدولة تتكلم في هذا الموضوع، في رجال اعمال ممكن جدا يساهموا في هذا الموضوع بالامر، بالأمر مع بقولها حضرتك. بالامر، رجل اعمال بالامر، والله أنا مع حضرتك جدا يا دكتور. صح بالامر. صحيح. عندنا 10 مبتكرين شباب. انت نوع من خدمتك لمجتمعك ومن حق مجتمعك، مش عايزين ضرايب بشكل كبير، هناخد نسبة وهناخد والنسبة التانية الضرائب.
ما حاجه اسمها فندم المسؤوليه ما انا المجتمعيه. بقول ايوه بالظبط، في حاجه اسمها المسؤوليه اللي هي المجتمعيه موجوده في مره الخارج يا بضرائب موجوده في الخارج، المسؤوليه المجتمعيه 5% من ايراداته الى اخر كل دي ضرائب بعد الضرائب، والخمسه الثانيه مثلا هتبقى على عشان نوعيه دي الموضوع من ده. الافكار. وده هتساهم، هو نفسه رجل الاعمال يقول لك والله انا محتاج، وهو بالامر المباشر زي ما حضرتك وبالامر هو المباشر ده. وهيوافق لان هو ده لخدمه الدوله لخدمه البلد، صحيح ولو ده ده من اول الامر دولة. من القياده السياسيه هينفذ هذا الامر، صحيح. وهيبقى مبسوط جدا ان القياده السياسيه ادته هذا الامر، وفي يوم من الايام هيعرف انه على فكره الامر ده امر في صالحه هو واسرته وجيرانه والمجتمع كله، لانه هتخدم بالفكره طبعا دي ناس كتيره جدا، وهينشط بقى كمان الشباب كلهم في موضوع الابداع والابتكار ده. نتمنى يا دكتور والله، خد بالك حضرتك نتمنى. ده اللي مطلوب. ده دي عايزين دي نقول مهاره من المهارات المهمه، طبعا الافكار. الافكار ايه اللي حضرتك تشوفه تاني ممكن ينجح مشروع صغير؟ المشروع نفسه بقى، المشروع نفسه لازم يبقى فيه تعاون، يعني مش هينفع واحد شاب كده لسه صغير عنده حتى 30 سنه ويقول انا هعمل مصنع صغير ومش عارف ايه واروح واعمل واجمع اداره، لا لازم الاول يأهل نفسه اداريا، يعني ياخد صحيح. كورسات في الاداره، كورسات في التسويق، حاجات سواء 3 شهور في 3 شهور، ما بنقولش ياخد دكتوراه ولا ماجستير، لكن حاجات صغيره كده، ازاي يعمل دراسه جدوى، ازاي يطلع على هو عايز مثلا يعمل مشروع مثلا لماكينه انتاج مثلا الاستك اللي احنا بنستورده بتاع الفلوس، هنستورد بحوالي 100 مليون جنيه حاجه زي كده، بنستورد ب 100 بنستورد ب 100 مليون جنيه الاستك بتاعنا، الاستك بتاع الفلوس ده لحد دلوقتي بنستورد. فجه واحد قال هعمل مصنع ده، دي عباره عن ماكينه صغيره كده ابدا بيها ومش عارف ايه واشتغل عليه، هيعمل ايه الراجل؟ هيخش يشوف الكتالوجات ويشوف المصانع اللي موجوده في الخارج، ولو عنده الفكره ومؤمن بيها جدا جدا واستقر عليها هيعمل دراسه جدوى صغيره عند اي محاسب او عند اي حد متخصص في الشركات المتخصصه في دراسات الجدوى، مبلغ صغير جدا، ويعمل دراسه الجدوى، والله دي انت لو عملتها هتكلفك قد كده فلوس، وهيجيب لك قد كده ايرادات، وهتصفي لك ارباح قد كده، وترجع فلوسك فتره قد كده. خد دراسه الجدوى ويطلع بقى ايه زياره كده هو وزمايله، او هم لو جمعوا بعض كل واحد فيهم دفع 10,000 جنيه وطلعوا رحله ب 5 6,000 جنيه، واحد فيهم طلع كده يشوف الماكينات اللي هناك، او حتى على النت دلوقتي بيشوف الماكينات ويشوف اشكالها ويشوف كل حاجه، ممكن يتعاقد عليها ويديله الماكينه في مصر ويعملها حتى لو في شقه صغيره. بس المهم الدوله تساعده. انا برضو بقول للدوله تساعد الشباب. طبعا طبعا. ما تقولوش بقى الترخيص يطلع في 5 سنين. الشباك الواحد بقى يا دكتور ممكن نتكلم عنه والله برضو، يعني الحقيقه للاسف الشديد ضيع مستثمرين كتير جدا ومحليين ومن بره. وحتى هذه اللحظه. ونتكلم عنها الحقيقه الحته دي يا دكتور، يعني احنا يمكن اتكلمنا مع حضرتك على مهارات، من المهارات المهمه قوي برضو عشان ننجح مشروع انه الورق اللي احنا بنخلصه والحاجات اللي احنا بنعملها لاي مشروع كتيره جدا يا دكتور، حضرتك تعترف بده والناس كلها طبعا. عارفه. فندم فنشتغل على سياسه الشباك الواحد، نفهمها اولا الناس ونشوف بقى مع حضرتك ممكن نعملها ازاي. الشباك الواحد معناه ان انا يبقى عندي منفذ واحد بيتم فيه، بدل ما باخد 39 ترخيص عشان اطلع ترخيص لمصنع، يا ريت هيطلع من مكان واحد بس، الموظفين كلهم بتوع الوزارات المعنيين موجودين في مكان واحد، وكل باخد الموافقات في خلال 48 ساعه يطلع الترخيص زي كده زي الدول الكبيره اللي احنا عارفينها. عايز زي تامين ماشي، عايز ساعة. مصلحه الضرايب اوكي، عايز كهرباء، عايز المرافق، كل ده المفروض يبقى في شباك واحد مجمع يا فندم. حتى كل لو عملنا مجمع مرفق من المرافق افضل الف عليه 10 20 يوم، يعني عندنا بالظبط عندنا كده. مبنى المحافظه في كل محافظه، مبنى المحافظه لو خدوا يعني 4 5 بلوكات كده جنب بعض اللي هم يعني زي الشقق الصغيره كده او المكاتب وفتحوها على بعض يعني بشكل بس كده زي التامين الاجباري مثلا في المرور، يعني في اداره المرور حاجه مش بتروح للتامينات، بتروح التامين بتلاقي كذا شركه قدامك، حضرتك تختار الشركه اللي انت عايزها وتامن على سيارتك. بالظبط كده، الموضوع يبقى يعني بسيط وسهل جدا. فلازم الدولة كشك بسيط يا دكتور، بس يعني لازم يبقى في مندوب من كل وزارة، عليه يبقى في 5 6 موظفين مسؤولين عن كل وزارة، ويتم بعد كده ايه الحصول على الموافقات عليها سريعا. يعني حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها حضرتك ما زال المستثمرين بياخد ترخيص انشاء مصنع في البلد هنا مش اقل من 3 4 سنين. ما زال عشان يتخصص له ارض لازم يطلع عينه ده لو صمت كمان يا دكتور، ما حضرتك 3 4 سنين هو بعد 5 6 شهور بيمشي وما بيكملش مع حضرتك اصلا. طبعا يعني ده نقدر نقول يعني اذا جاز التعبير هو ده المناخ الطارد للاستثمار يعني بشكله الواضح. يعني منين بقى اقول بقى انا عايز مشروعات صغيره ومتوسطه وعايز اعمل بالزبط. مصانع وعايز نشط استثمار، واحنا عندنا معلش انا اسف خيبه قويه في موضوع الاستثمار، احنا خيبة قوية في الترخيص. احنا معاك جدا الحقيقة دكتور ياسين، صحيح. ويعني بصراحة احنا النهاردة بنتكلم مش بنتكلم يعني هو جلد الذات وخلاص، احنا بنتكلم اهو عمالين بندي حلول. اول حاجة بنقولها انه لا مش شاب واحد، ممكن مجموعة من الشباب تشتغل مع بعض. في حاجة اسمها سياسة الشباك الواحد، يعني سهل قوي نروح مبنى المحافظة نعمل حتى كشك بالاخشاب حتى بأي حاجة بسيطة، ونقول الناس اشتغلوا على يعني الموضوع ده من خلال شباك واحد. ممكن حضرتك تشوف ان الشاب بقى نفسه يعني ينجح مشروعه ازاي؟ لازم يبقى متابع مشروع قوي، مش اللي هو عامل مثلا يعني كشك مثلا بيقدم اغذيه واسيبه واجري يا دكتور، يعني في حاجات كده برضو الناس ما مش بتتابعها قوي، مزرعه دواجن صغيره قوي
وما نتابعش نبقاش عندنا خبره علميه الحقيقه مثلا بنتابع الحراره ازاي. يعني ممكن حضرتك تقول لنا كده برضو، يعني الفكره بقى عايزه مراعيه، مش عايزه ان الواحد بيعملها وخلاص. طبعا هو لازم طبعا، دي اسمها مربى الاداريه، ازاي هو يكتسب اسمها مهارات ايه يا دكتور؟ اداريه، المهاره الاداريه، المهارات ازاي الاداريه. يدير هذا المشروع بشكل بكفء وفعال في نفس الوقت، بالظبط كفء يعني كده. عنده الكفاءه الاداريه يدير البشر اللي معاه عشان يطلع اكبر انتاجيه منهم، وبفعاليه ان يبقى اقل تكلفه ممكنه، يعني ما يقدر ما يهدرش فلوسه على الفاضي في حاجات ملهاش اي لازمه، بمعنى مثلا انا محتاج 5 موظفين ما اجيبش 10 عشان اقول انا ايه رئيس ل 10، تجيب على قد اللي انت على محتاجه احتياج. بالظبط قد نقطة الاحتياج، برضه يا دكتور، ما تجيبش اربع مش أنا خمس صاحب ماكينات الشركة. تصفير، انا صاحب الشركه وعندي 10 موظفين وهو المفروض تدارها كلها بموظفين 2 3 يعني. بالظبط كده. فدي مهارات اداريه. رقم 2 يبقى عنده متابعه رصاصه جدا للمشروع بتاعه، وتاكدي حضرتك انا برضو عشان ما بنجلدش نفسنا ما بنجلدش الزاد، لا الشاب لو لقى المشروع بتاعه بينجح هينام فيه وهيقعد فيه وهيقعد فيه. كتير والله، وما شاء الله في نجاح هينجح والله يا الراجل دكتور كتير جدا. من جيلنا طالما شباب هنا بينجح الحقيقه ناجحين جدا ما شاء الله، وعاملين افكار رائعه يعني. طبعا. لكن ان الشاب هيعمل مشروع وبعدين كده يقعد على القهاوي بقى، لا ما فيش حاجه من دي، بالعكس اي واحد ربنا خلقه كده هيلاقي فيه نجاح بيعمله في المشروع بتاعه، انا متاكد ان هيعمل في يعني هيعمل اوضه صغيره كده ينام ينام ويقعد جوه وياكل المشروع. ويشرب جوه هذا المشروع عشان ينجح هذا المشروع ويستمر، لان مش بس بيبني لنفسه، ده بيبني بعد كده لما يتجوز لبيته وأسرة واولاده كاملة. صحيح واسره كامله تستمر صحيح في هذا المشروع. صحيح عشان بإذن كده انا الله. بقول للشباب نصيحه للشباب، انا شايف ان دلوقتي الشاب كله قاعد على الكافتريات اللي ما بيشتغلش ومستني ورقه الحكومه او مستني الايميل بتاع الدوله، ابعت عشان عندنا وظيفه في الوزاره الفلانيه او الجهه والله الفلانيه. حضرتك فتحت نقطة مهمة أوي يا نصيحه دكتور. مني للشباب، اتفضل. ده اتجاه هيوديك للهلاك، الشغل في الحكومه انا شايفه شخصيا هلاك، مستقبلك هو في مشروع صغير، انت ومجموعه من الشباب اعملوا مشروع صغير، اعملوا ورشه صغيره ما تتكسفش. ماتسو اكبر شركه في الطاقه الكهربائيه في المانيا بداها بمشروع صغير، عمل ماكينه صغيره لتوليد الطاقه الكهربائيه، دلوقتي اكبر شركه في العالم. صاحب شركه هوندا كان مشروع صغير عباره عن ورشه ميكانيكا، دلوقتي بقى هوندا الكبيره جدا على مستوى صحيح العالم، وغيره فعلا. وغيره النقطه دي وغيره. دكتور عز الدين ممكن بعض الناس تقول لك ايه، يعني احنا بنتكلم بلسان الناس كده وعارفين الناس، ممكن تقول لك الناس دي بتروج لفكره انه مفيش تعيينات في الحكومه وانه الحكومه بالعكس مش هتعمل حاجه. على بالعكس فكره اللي عايز يدور على الحكومه سكتها موجوده، والحقيقه دلوقتي في طرح الفرص عمل كتير فعلا. جدا لكن الحكومة فكره انك انت تحقق بقى مستقبلك اولا المادي، يعني ده اهم حاجه الحقيقه لاي واحد بيعمل مشروع، طبعا. الفكره دي مش هتبقى بالنجاح اللي انت متخيله في الحكومه. بص يا فندم فكره النجاح بقى تفضل. بشكل عام الحقيقه برضو ليها، يعني عايزين دي نفهمها من حاجه بقى يا دكتور عشان الناس برضو تبقى فاهمه ان احنا بنقول الكلام اللي في صالحها، يعني الحقيقه بدون اي مصلحه في حاجه يعني. حتى هذه اللحظة القطاع الحكومي عبارة عن موظف بيروح الساعة 8 أو 9 بيمضي وبعدين يقعد شوية مع أصحابه يشرب وياكل ويفطر، وبعد كده الساعة 2 يمشي اثنين ويجي لهم يا قبل ريتها الساعة اثنين 2 يمضي يا ريتها اثنين. انصراف ويروح، انت حضرتك ما بتروح بيقعدش الساعة 1 المكان الحكومي يقول لك خلاص قفلنا. ده بالظبط. طب حضرتك احنا ورانا في حاجة لحد الساعة 2 يعني كنا في الطريق؟ لا ما هو لا ده في أكتر من احنا كده 12 كمان، ونص واحدة بنقفل. ده في إن هو أصلا بيروح يمضي وبعدين يمشي ويروح قبل الانصراف يعمل يمضي الانصراف الانصراف ويمشي، دي ليه؟ الحكومة اللي شغالة كده. يعني مع احترامنا ان في ناس محترمه كتير جدا دكتور، بس بعض الناس بتشتغل فعلا فرصه عمل بقى سواق تاكسي مش عارفه ايه وكده، بالظبط كده يخلص المهنه بتاعته ويرجع تاني يمضي لنفسه. بالظبط كده. فانت لو عايز تمشي نفس المسلك ده وتستمر فيه لحد ما يبقى عندك 60 سنه وتطلع معاش وبعدين تدور على ابنك على شغل ونفس شغلتك دي تشتغلها هو تاني، يبقى انت مودي نفسك للهلاك. والله يا دكتور على النقطه دي بس حضرتك فتحت حاجه برضو كمان، في مجموعه غريبه جدا الحقيقه، وده احنا يمكن حضرتك شفتهم وكلنا بنشوفهم، الناس اللي بتاخد فرصه عمل في الحكومه وبتاخد اجازه 15 سنه و20 سنه الحقيقه بالظبط على فرص العمل دي، حضرتك شفتها صح؟ كتير كتير. انا مش عارفه ازاي الحقيقه الدوله بتسمح حاجه زي كده، يعني فكره انه حضرتك ايه بتاخد مش عارف مثلا رعايه طفل زوج رعايه بعد طفل زوج رعايه مش عارف ايه 20 سنه وبياخد ترقياته كامله لما بيرجع، ممكن يرجع بعد 20 سنه ويقول لك انا مثلا على الدرجه الاولى انا درجه ما المدير. تم طب انت الغاء حضرتك عمرك بقى ما مارست العمل اصلا، بالظبط. في حين ان في شباب كتيره جدا برضو كانت محتاجه فرصه العمل دي. لازم اعاده النظر برضو والله في اللوائح لا الخاصه الحقيقه دي بالتعيينات خلاص، الاداريه دي برضو. لا ما دي ما عادش موجوده دلوقتي في القانون ايه ما الخدمه بقتش المدنيه الجديده، في ده في قانون الخدمه قانون الخدمه المدنيه المدنيه اللي الجديد هيطبق ده ما يا فيش بقى دكتور؟ الكلام ده خلاص. ما فيش الكلام ده. اللي عايز يقعد 10 سنين 5 سنين ده يقعد بقى مع السما بره، ما يقعدش معانا. طب ده كمان يعني ده كويس ان في يعني الحقيقه، طب دي الحقيقه تنبه اهو برضو مهم جدا ان قانون الخدمه المدنيه الجديد ان راعي شاء الله الموضوع ده في يكون مراعي الموضوع ده. بالظبط يعني اللي حصل يعني احنا عايزين نقول اللي فات بقى كان في حاجات طبعا يعني كان في تشوه، رهيبه يعني. كان في تشوه. تمام طيب نرجع مع حضرتك فعلا النقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي، انه النجاح الحمد لله وانه انت تحقق شيء مادي كويس اعتقد بفرصه العمل اللي حضرتك بتتكلم عليها الصغيره يعني في البدايه. طبعا يا فندم، لان انا بقول لحضرتك انا دلوقتي عايز اخلي ابني وابني وابني واحفادي يبقى ليهم مشروع هم يتولوه ويكبروا بيه وينجحوا فيه. اكبر نجاح ممكن يحققه اي انسان على وجه الارض هو النجاح الشخصي وليس النجاح في العمل لدى الاخرين. كل العمل اللي بيشتغل لدى الاخرين بيبقى عباره عن ماكينه شغاله جوه او ترس جوه اله،
ولحد ما بيخلص مهمته وينتهي حياته ياخد له مكافأة يكون أصلا يا دوبك يجيب بيهم يعني الأدوية. الأدوية بالظبط كده، فيبقى عايش يوم بيوم. لو هو هيعمل في نفسه كده وهيورث نفس الموضوع ده لاولاده، لان ولاده برضه هيطلعوا عاوزين يشتغلوا الوظيفه الحكوميه ويساعدهم ويدور لهم وسايط وشغلانه ويبحث ويعيش الهسل ده اللي هو عاشه في حياته. لو انت عاوز تعمل ده لاولادك واجيالك اللي جايه، انا بقول لحضرتك ده اسمه طريق الهلاك. عاوز تعمل مشروع تحقق فيه نفسك ونجاحك وذاتك وتعمل فلوس كويسه وتعمل حاجه اسمك في الاخر بعد 5 سنين تبقى رئيس مجلس اداره الشركه الفلانيه، يعني ممكن تقابل رئيس الجمهوريه. عمر ما كان موظف ايا كانت درجته في الدوله بيقابل رئيس الجمهوريه. الوقت اللي جاي الاعمال بيقابل رئيس الجمهوريه، بيطلعوا معاه في رحلات جوه بره في الخارج، بيطلعوا مع الوزراء بره في الخارج. رجال الاعمال صحيح. فرجل الاعمال هو رقم واحد في اي دوله في العالم، ورجل الاعمال الدوله هي اللي بتعمل له كل التمهيد عشان رجل الاعمال. رئيس الدوله بيعمل، يمكن رئيسنا السيسي ربنا يبارك في صحته عمل 27 زياره في الخارج واستقبل اكتر من رئيس الجمهوريه. ليه؟ عشان يمهد الاقتصاد لمصر، عشان يمهد للمستثمرين الخارجيين والمحليين. صحيح. يعني من اول راس الدوله لحد اصغر حد في الدوله بيقول للمستثمر اشتغل، تعال واشتغل، وانا يعني ايا كان في صعوبات دلوقتي في موضوع الشباك يعني الواحد بس الاراضي والدول الحقيقه ما كانش من فتره كبيره في اهتمام بيها. سنغافوره، الصين، دول الحقيقه فعلا هي يعني عندها امكانيات للتقدم وللتنميه رائعه، يعني المفروض نستفيد من تجاربها الحقيقه ويبقى في استثمار منها في مصر باذن الله. رجال الاعمال يا فندم هم عماد الدوله. لما بقول ان الدوله الناتج القومي بتاعها بيزيد او الناتج المحلي الاجمالي بتاعها بيزيد، ده معناه بنتاج رجال الاعمال اللي موجوده داخل الدوله. عشان كده انا بقول حتى هذه اللحظه ان مصر ما زالت رجال الاعمال 50%، 50%، لان مصر المفروض من 30 سنه او من يعني من بعد ثوره يوليو اكتر من 50 سنه تقريبا بنتكلم، كانت المفروض مصر تاخد زي سنغافوره، تبقى زي الهند دلوقتي، زي الصين دلوقتي. مصر لان مصر عندها المقاومات الطبيعيه والماديه والبشريه والتاهيليه ان هي ممكن جدا تنطلق بسرعه جدا، لكن للاسف احنا مصر تعطلت كتير جدا في موضوع الاستثمار. يمكن ما بدأش الاستثمار يبقى ياخد حد كبير في مصر غير في 2004 تقريبا او 2004، لان كان فتره قليله جدا 10 سنين 15 سنه بالكتير قوي. فاحنا رجال الاعمال هم اللي عليهم العبء الكبير جدا في تنميه الدول. زي ما قلت لحضرتك كده امريكا قايمه على رجال الاعمال، وحتى هتلاقوا كمان، وبرضو دي حاجه للشباب عشان يعرف ان كل المناصب السياسيه بعد كده من رجال الاعمال. يعني انت هتعمل مجد شخصي وهتعمل فلوس وهتخلي ولادك مستقبلا هيعيشوا كويس جدا جدا، وانت كمان هتاخد المجد الشخصي سواء المالي او حتى ممكن جدا يبقى لك منصب سياسي في الدوله مستقبلا. يعني لو بدور عليه هتلاقيه طبعا. تمام. طيب الحقيقه ده كده بشكل عام يعني توضيح دكتور عز الدين لشكل المشروع الصغير واهميته وازاي ممكن يبقى يعني فعلا شيء مجزي جدا للانسان ماديا وحتى في المجتمع. طيب تفتكر حضرتك ان الدوله بقى ادوارها لازم تختلف الان مع النظره للمستثمر الصغير ومتناهي الصغر برضو؟ بالظبط. احنا نسميه مستثمر اصلا، بنصنفه طبعا مستثمر. طبعا. طيب اي واحد معاه فلوس بيحطها في اي مشروع ايا كان، حتى لو كان صغير، حتى لو كان متناهي الصغر، ودي والله دفعه اجتماعيه كده ونفسيه للشخص جدا، يعني ان انت حضرتك مستثمر لو حتى معاك مبلغ بسيط. هي بقى حضرتك كل دي الدفعه المعنويه جدا. يا ريت المجتمع مش عايز اقول بقى الناس اللي حواليه بقى، ممكن جدا يعني كل واحد يقول لك ايه يا عم انت عامله ده ويتريقوا عليه كتير، لكن انا مش عايز هو يبص كده، يبص ان المجتمع الايه الحكومي يتعاملوا معاه معامله المستثمر. حضرتك بتفتح كده كلام الدكتور عز الدين حقيقه، انه مثلا بتلاقي شباب خريج هندسه ميكانيكا يوم ما يفكر بس انه هيفتح ورشه الميكانيكا تحت البيت الاسره كلها بتبقى حاجه غريبه منزعجة. جدا مزعجه جدا، انت تلبس ملابس الميكانيكا، طب ما هي دي ملابس الشغل الحقيقه. انت هتفتح ورشه ميكانيكا؟ لا، انت تشتغل في شركه في القطاع الحكومي في الميكانيكا او في شركه خاصه في يعني يبقى اداري فيها. طب هو مهندس وطاقه ايده دي ممكن تشتغل كويس جدا وفكره ممكن يوصل للشباب كويس جدا. بالظبط. الحياه دي نفهمها صح؟ بالظبط. تلاقي نظره مجتمعيه غريبه جدا للشاب وهو ممكن. لو تلاحظ حضرتك من افلام الستينات، في الستينات والسبعينات الافلام الابيض والاسود القديمه دي تلاقي كانوا بيهتموا قوي بيركزوا على الجزئيه دي. تلاقي في واحد مهندس ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين عمل ورشه ميكانيكا وعايز يتجوز واحده مش عارف ايه. كان فنان صلاح ذو الفقار وفنان صبوح عملوا الفيلم ده. ايوه فيلم كده، وفي الاخر لازم يبقى هو اللي بيكسب يعني. معلش هو ايوه الحامه كانت بتقول له يا مشحم يا زيد، مشحم يا زيد وبتاع، وفي الاخر هو اللي بيبقى الكينج بتاع الفيلم. الفيلم في الاخر طبعا. لان في هو كان بيوثقوا حاجه مهمه جدا، ان العمل الحرفي طبعاً هو طبعاً اهم حاجه موجوده في اي دوله في العالم. يبقى معاك الشهاده ايا كانت نوع الشهاده. انا اعرف اطباء يعني يشتغل طبيب وبيعمل ورش وبيشتغل في ورش وناجح، وبيقول لي لا يمكن اشتغل دكتور ابدا. هروح اشتغل بكام في مستشفى ولا في عياده عند دكتور؟ فكره طبعا يا دكتور الواقع العملي. طبعا دماغه مترتبه كويس، عمل دراسه جدوى،
جمع زمايله كل واحد بقرشين صغيرين وعملوا حاجه ورشه صغيره، ورشه بقت ورشتين، بقوا مصنع صغير دلوقتي بقى رجل اعمال. انا عايزه اقول حاجه، انا شفت حد يعني خريج احد الجامعات الخاصه كبيره عامل مشروع والله صغير رائع، يعني حقيقة يعني جه في نادي رياضي مثلا وراح عامل نشاط كده معين، يعمل باركينج للعجل بتاع الاطفال وتصليح العجل بتاع الاطفال صح؟ وحاجات، ما ويعني اتكسفش. عايزه اقول لحضرتك صاحب يعني خريج جامعه خاصه كبيره جدا، لكن هو شايف ان ده مش جوه نادي كل اطفال هذا النادي الحقيقه بقوا عنده يحتاجوا ينفخوا زباين العجل عنده ويصلحوا العجل ويعملوا باركينج للعجل بتاعهم. شوف بالظبط. حضرتك بقى ما شاء الله اه المكسب المادي يعني، في وما عملتش حاجه بالظبط فكره. في جاك ما، كان في ده مشهور قوي في الصين، جاك ما ده صاحب الموقع الالكتروني العالمي الكبير قوي اللي اسمه علي بابا. تمام جاك ما ده كان طالب يعتبر خلص المؤهل التعليمي بتاعه وبدأ يبحث على وظائف بشكل غير طبيعي، حتى انه قال لك ان انا كنت اسوأ واحد في الدنيا في الحظ، ما كانش عندي حظ خالص، كل ما يروح وظيفه كان صغير كده قصير شويه بتاع بقى الصينيين، بس هو كان اصغرهم كمان اقصر منهم وشكله مش حلو قوي، فكانوا حتى كان ايه بيترفض في كل انواع الشغل. فالولد ده بدأ كل يوم يروح يعمل في شغل، يدور على شغل يدور على شغل مش عارف يعمل حاجه، فقال لك اتعلم الانجليزي يمكن يمكن تيجي معايا. فجاب عجله بتاعته، وكان بيركب العجله 40 كيلو عشان يروح فندق، مش معهوش فلوس يتعلم، يروح فندق يقعد مع الاجانب ياخد منهم اللغه الانجليزيه، فتعلم الانجليزي في 4 سنين، قعد 4 سنين في مسابره رايح جاي بالعجله عشان بس يقابل الاجانب، معهوش فلوس يجيب ياخد كورسات، ما فيش كورس ولا مفيش اي كورسات حاجه، ما معهوش فلوس، ما فيش فلوس. المهم حوش في الاخر بعد كده بعد شويه مرمطه في السوق، حوش له $200 $200 رقم بقى رقم بالنسبه له، فقال لك بقى اعانهم كده على جنب ايه، واخر فرصه جات له شافها في الجورنون كده ان احد شركات اللي هي زي الماكدونالدز كده مش عارف ايه يروح طالبين طلبات منهم، سريع. اه يروح يشتغل معاهم. فراح في وسط 34 واحد، ال 33 نجحوا هو سقط. شو بقى الحظ العسر يعني. فقال لك بس دي اخر فرصه، هم ال $200 اللي هبدا بيهم شغلي، وعمل موقع صغير كده قال لك هعمل عليه ايه؟ شويه اعمل اللي هو بيسموه مواقع الكترونيه، ازاي اعمل مواقع الكترونيه للناس، ولا كان بيعرف كمبيوتر، ولا كان اخد كورسات كمبيوتر، ولا كان عنده اي حاجه في الدنيا، وقعد يعلم نفسه ازاي يصمم مواقع الكترونيه. تمام. الدوله لقت ان الولد ده الدوله، شوف الدوله الكشافه بقى الكشافين، لقوا ان في واحد بيعمل مواقع حلو الكترونيه قوي متميز المفهوم ده يا جدا. دكتور عزيزين، حقيقة الكشافين دولة طبعا. كشافة. اه وفي الصين اللي جاي 1.5 مليار نسمه، مش 90 مليون نسمه، ايوه يعني شوف العدد قد ايه، مفيش يعني ونشوف برضو المواهب جايبوها شارع ازاي. هناك في الصين. اه بالظبط. فخدوا الولد ده واخدوه عندهم يعمل ايه، يعمل حاجه تسويق اسمها تسويق الكتروني للحكومه، اه لان الحكومه طبعا عندهم برضو مفهوم قطاع منه عام. معروف. اه طبعا فالولد قال لك بقى انا هفضل شغال في الحكومه ومش عارف ايه، ورئيس يضايقني ومش والقرف ده برضو والهدور عندهم والانصراف والخنقه زينا. بالظبط كده، عندهم بيروقراطيه صعبه قوي. فقال لك لا، قام جمع زمايله اللي معاه في المكتب وقال لك نعملها احنا لوحدنا، وهنعمل الموضوع ده نشتغله ببلاش، يعني اللي عنده بضاعه عايز يعرضها عندي هيعرضها ببلاش، واللي هيشتري مني هيشتريها بنفس تكلفه المنتج ومن غير اي فلوس خالص. جاك ما ب $200 دلوقتي بنتكلم في $70 مليار واكبر موقع الكتروني في العالم. بس يعني ده شكل يعني يا دكتور يوضح يعني كتير جدا من الكلام اللي احنا قلناه، قلنا كلام كتير نظري كتير كده، يعني يمكن التجربه اللي حكيتها دي توضح بشكل كويس جدا الفكره اللي حضرتك عايز توصلها لنا. الحقيقه مشكوره جدا دكتور عز الدين، في رساله اخيره حضرتك تحب تختم بيها لكل شاب شايف حضرتك دلوقتي ويمكن تكون نظرته اختلفت للمشروعات الصغيره المتناهيه في الصغر؟ لازم عنده الطموح وعنده الاصرار، عندك الطموح وعندك الاصرار ومفيش يأس، ورأيي ابعد عن الحكومه، جمع زمايلك مامتك باباك يعملوا جمعيه صغيره تقبضوها 20 30 الف جنيه لكل واحد من الشباب، هيعملوا على 10 300 الف جنيه، هيعملوا مشروع صغير، هو ده هيبقى بدايتك الحقيقيه ليك ولمستقبلك ولاولادك بعد كده ان شاء الله، وهتبقى رجل اعمال كبير جدا، وهنشوفك مجلس الشعب في اخر حياتك ان شاء الله باذن الله. كل الشكر لحضرتك دكتور عز الدين احمد حسنين استاذ تمويل بالمعهد القومي للاداره، بجد استفدنا جدا من ربنا حضرتك يخليك واستفدنا من وقت حضرتك جدا، ونتمنى بجد لحضرتك كل التوفيق، ونتمنى يكون لنا لقاء اخر وباذن الله نتوقع كل خير ان احنا نشوف وضع ان افضل شاء في الله مصر ان شاء الله. باذن كل الله الشكر يا لحضرتك دكتور عز الدين، وبنشكر حضراتكم المشاهدين الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وينا بيع المعرفه.